هذا السؤال يطرح علينا بحده هو اشنو غيدير سي انس بوعلي مع النادي القنيطري باش النادي القنيطري الفريق ديالي انا اتنفس النادي القنيطري وهذا الفريق القنيطريين كاملين هنا نكونوا احنا واضحين في هذه المساله احنا ما راضيينش هذه الحاله اللي في النادي القنيطري ولا بروف انا كنت راه لاحظت فين كنت انا رئيس النادي القنيطري راه كنت ضحيت بالغالي والنفيس من اجله باش ما يطيحش باش ما يسقطش تسماش عليا وتسجل عليا بان النادي القنيطري نزل لقسم الوطني الثاني وهذه المساله خصها تكون بالنسبه اللي تيتحمل المسؤوليه خصها تكون مساله مبدا لان ماشي ما ياخذهاش بسهوله ولكن خصها تكون النادي القنيطري فريق عريق وعظيم ما يمكنناش نتلاعبوا به ولذلك احنا للاسف احنا غير مسؤولين ودائما كنا تندقوا ناقوس الخطر على هذه مساله النادي القنيطري احنا بحال تنقول احنا ما غاديش نخليوه النادي القنيطري الفريق ديالنا الاتفاقيه استقبلت عفوا فريق ديال المكتب المثير ديال فريق النادي القنيطري استقبلته في الجماعه وشرحت لهم هما تيتكلموا على الاتفاقيه اللي فيها تنظن 400 مليون اتفاقيه غير لم يتم التاشير عليها دونك هذيك الاتفاقيه ما يمكنليش انا نعتمدها انا لم يتم التاشير عليها انا اللي وعدتهم بانه غادي نحاول وغادي نشوفوا لان احنا الميزانيه ما عندنا عجز في الميزانيه غادي نشوفوا لان عندنا عجز في الميزانيه وعندك نفقات اجباريه واش ما يمكنناش نخليو الموظفين بلا 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 بحال تنقولوا بلا خلاص فهمتي ولكن غادي نحاولوا ندبروا هذه المساله ديال النادي القنيطري نشوفوا كي غادي نديروا باش على الاقل نساعدوهم بواحد المبلغ مالي في انتظار ان شاء الله الميزانيه ديال السنه القادمه نشوفوا كيفاش غادي تكون ونحاولوا نساعدوهم وتا هما خص يكون واحد التضحيه من جانبهم لان الميزانيه راه ديال السنه المقبله راه ما تتوجد حتى لشهر مارس تقريبا دونك هاد المده راه خصهم حتى هما يديروا واحد المجهود كبير وراك عارف الكره كيفاش تكون راه تيكون تحفيز تيكون الا تكلمتي من اللاعبين ووعدتيهم وطمعنتيهم بان راه غادي يدخلوا الفلوس من بعد راه تيلعبوا حتى هما وتيتخلصوا وكذلك تتقول لهم بان اللاعبين الا حسنوا ولا من المردود ديالهم وطلعوا القسم الثاني راه القيمه ديالهم تتحسن دونك هنا كاين الكوتشين كاين بزاف ديال الامور وانا تنظن بانهم راه تيقوموا بهذا الشيء هذا نطلب انا حنا اللي علينا راه غادي نديروه كمجلس وتنطلب انه الفاعلين الاقتصاديين ديال القنيطره حتى هما يعاونوا هذا الفريق لان هذا الفريق القنيطره الفريق ديال القنيطريين كاملين ماشي ديال هذا المجلس حتى هما يعاونوا كل في الموقع ديالو شركات مؤسسات مهن حره اللي يقدر يعاون هذا النادي القنيطري يعاونوا في هذه الظرفيه اللي هي صعيبه وحنا تنوعدوا ان شاء الله بانه راه حنا معاهم وغادي نوقفوا معاهم وفي اقرب وقت ان شاء الله راه غادي نقدروا نساعدوهم بعدا في انتظار الميزانيه ان شاء الله ديال السنه المقبله.